الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده استقبل انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي بحضور السيد سامح شكر وزير الخارجيه والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامه. الرئيس لوزير الخارجيه الامريكي يجب اتخاذ خطوات جاده تجاه التسويه العادله للقضيه الفلسطينيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد لوزير الخارجيه الامريكي بلينكن اهميه الدور المحوري للأونروا. بلينكن يؤكد للرئيس عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على التنسيق مع مصر ويشيد بالدعم المصري للأمن والاستقرار في المنطقة. أسوشيتد بريس وكالة الأنباء الأمريكية الشهيرة، زيارة بلينكن لمصر ركزت على منع توسع الصراع بالمنطقة. دي واحدة من الوكالات اللي اشتغلت فيها في فترة التسعينيات. أسوشيتد بريس ليهم مكتب، كان مكتب كبير في القاهرة. الجارديان، الصراع في الشرق الأوسط يتصاعد وعلى بايدن إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب. مصدر مصري مسؤول ينفي صحة، ده كان امبارح طبعا، ينفي صحة التقارير الإسرائيلية عن مباحثات حول نقل معبر رفح. مش حاجة اسمها نقل معبر رفح من مكانه، هم إسرائيل بتقول عايزين ننقله نقل كرم أبو سالم اللي هو 20 كيلو ولا حاجة من معبر رفح، وطبعا وده بيبقى داخل يبدأوا يعملوا اجراءات وتفتيش. مصر طبعا بتقول ما فيش الكلام ده، الكلام ده غير دقيق وغير صحيح وما فيش كلام تم في هذا الموضوع، وده مش هيحصل اصلا. معبر مصري رفح المصري والناحية التانية رفح الفلسطيني، ده شأن مصري وشأن فلسطيني، ما إسرائيل ليس لها علاقة بهذا الأمر على الإطلاق. تقارير عبرية بتتكلم مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام في حالة إيه؟ لأنه عاملين تقرير طويل قوي، في حالة محاولة نتنياهو احتلال محور صلاح الدين أو فلادلفيا، هيبقى فيه مشكلة كبيرة. ومصر حذرت من هذا الأمر بمنتهى القوة، ممنوع يعني ممنوع، مفيش يعني مفيش، بس نقطة. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر، مليون فلسطيني مكدسون على حدود غزة، وده الخطر اللي نتنياهو بيشتغل عليه وجيش الاحتلال بيشتغل عليه، لأن دول بيتكلم بعد خان يونس هيتجه جنوبا إلى رفح، 10 كيلو هيبقى فين؟ هيبقى في رفح، وبالتالي كل المليون موجودين فين؟ هنا عندنا على بالقرب من حدودنا، لا قدر الله حصل أي شيء هيبقى فيه على حدودنا الشرقية مشكلة كبيرة بنحاول نتجنبها. الخارجية الفلسطينية، إسرائيل تستقبل بلينكن بتصعيد جرائمها ضد المدنيين. الأمر خطير، زعيم المعارضة يائير لبيد طبعا يعرض على نتنياهو انضمامه للحكومة بشروط، بيقول له لازم الوزراء المتطرفين الموجودين معاك لازم يمشوا، عشان ومنهم بن غفير وزير الأمن الداخلي ومنهم وزير المالية سموتريتش، لازم الاثنين دول تحديدا يسيبوا الحكومة، وأنا مستعد أبقى موجود في الحكومة، لأنه الاثنين دول هيعملوا أزمة كبيرة جدا في شهر رمضان، واقتربنا من شهر رمضان والقدس والمسجد الأقصى، وقال هيبقى فيه عندنا أزمة داخلية خطيرة جدا في المواجهة مع الشعب الفلسطيني في شهر رمضان إذا لم نحل هذه الأزمة قبل رمضان. السيد أحمد بغيط الأمين العام للجامعة العربية يدعو المجتمع الدولي للدفاع عن الأونروا ويحذر من خطر على المنطقة بأسرها. دي طبعا الوكالة الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين طبعا، واللي هي مسؤولة عن ملايين الفلسطينيين، واللي هي مسؤولة عنهم الأونروا، اللي هم طبعا النهاردة بيهددوا أنه الأونروا مش هيبقى لها مكان في غزة، وبالتالي طبعا دعم في 12 دولة قطعوا الدعم عن الأونروا. وسيادة الرئيس النهاردة حدث مع بلينكن عن أهمية دور الأونروا وتعود الأونروا لتقدم المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني، لأنه تم إنهاء الأونروا من الوجود. الأونروا بقالها عشرات السنين موجودة تقدم هذا الدعم للشعب الفلسطيني من يعني بداية الخمسينيات لحد النهاردة وهي شغالة على هذا الأمر، وبالتالي طبعا محاولة لتقليص دور الأونروا أو تدمير دورها تحديدا باتهام بعض من الموظفين اللي شغالين فيها، بيتكلموا على 6-7 متهمين في قضايا وساعدوا حماس يوم 7 أكتوبر زي ما إسرائيل بتقول، دي الرواية بتاعت إسرائيل، محدش عارف الحقيقة، لكن الأونروا
بيعملوا إجراءات وقالوا أنه هيطلعوا بيان تفصيلي حوالين هل عندهم متهمين متورطين أيضا من المنظمة أو الوكالة متورطين فعلا تورطوا في أحداث 7 أكتوبر ولا لأ. الأونروا قالت أنها هيعملوا بيان تفصيلي ويكنوا فيه بكل التفاصيل والشفافية. رئيس الأرجنتيني ولا بد أن يكون هناك تحرك عربي قوي جدا والجامعة العربية ولازم يكون فيه موقف قوي جدا أمام هذا التحرك. الرئيس الأرجنتيني يعلن فور وصوله إلى إسرائيل نقل سفارة بلاده إلى القدس، وإحنا هذا بالنسبة لنا خط أحمر بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي. نقل أي سفارة أي بلد إلى القدس معناه خط أحمر، وده أمر مرفوض ولا بد من تحرك كبير جدا ومواجهة لهذا الأمر بما فيه التعامل مع الأرجنتين إزاي. العالم العربي، الجامعة العربية، الدول العربية لازم بيانات سريعة وعاجلة وخطوات عاجلة ويتم الإعلان عنها فورا، لأنه لما تم انتخابه في ديسمبر الماضي قال إن هو يدعم إسرائيل بكل القوة واتكلم هذه القوة، قال إن أنا قال على القرار ده، وأول ما وصل طبعا وجد ارتحاب كبير جدا من نتنياهو، وجد ارتحاب جدا من بن غفير، وجد ارتحاب جدا من الإسرائيليين لما خد هذا القرار. وبالتالي لابد على العالمين العربي والإسلامي الرد العاجل جدا على هذا التحرك الأرجنتيني وبمنتهى القوة، حتى لو في تهديد تماما للمصالح بيننا وبين الأرجنتين، لأنه في الآخر لازم يكون في رسالة ردع ورسالة قوة من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وأيضا منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي. لازم يكون في تحرك عاجل جدا وبيانات إدانة لهذا التصرف من الرئيس الأرجنتيني. الرئيس الأرجنتيني تم انتخابه وبدأ تسلم مهامه رسميا في شهر ديسمبر الماضي ولسه مستمر كمان لحد 27. إصابة 6 أشخاص بينهم 3 شرطيين بإطلاق نار في مجمع محاكم إسطنبول كان النهاردة الصبح. وزير الداخلية التركي قال إنه ده عمل إرهابي، واتهموا أحد الأحزاب حزب التحرير تقريبا إن هو منفذي العملية أو الهجوم الإرهابي ينتموا لهذا الحزب حزب التحرير تقريبا. ومصر تدين هجوما إرهابيا وقع أمام إحدى المحاكم في إسطنبول. أبي أحمد كان في البرلمان الإثيوبي النهاردة وكانوا بوجهوا له أسئلة، وقال كده من ضمن الحاجات اللي قالها كلامه الفارغ اللي بيقوله كالعادة: ملء سد الإثيوبي أو سد الخراب لن يكون محل نقاش بعد الآن. خلاص هو قفل الموضوع أنه مفيش كلام ولا حوار مع مصر ولا السودان فيما يتعلق بملء السد مرة أخرى، وقال خلاص لا نقاش ولا مجال. وبالتالي خلاص هو بالتصريح ده أغلق أي شيء يتعلق به التفاوض أو أي شيء يتعلق بالاتفاقيات أو أي شيء يتعلق بمسألة الملء والتشغيل أو أي شيء. يعني بهذا التصريح أبي أحمد أغلق كل شيء وأغلق، وإنه ما بقاش فيه حتى أغلق الأبواب لو بقول كده أي تفاوض أو أي حوارات أو أي كلام سياسي أو دبلوماسي أو مفاوضات قانونية، قفل الباب. الجيش السوداني طبقا لوسائل الإعلام النهاردة يعتقل عددا من الضباط في أم درمان بتهمة الإعداد للإنقلاب، لكن لم يصدر أي بيان رسمي من السودان. لحماية حرية الملاحة مهمة دفاعية أوروبية النهاردة أعلن عنها جوزيه بوريل نسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. مهمة دفاعية أوروبية قريبة من البحر الأحمر المفترض أنها تكون اعتبارا من يوم 14 فبراير الحالي. نشر قوات مش هتوجه ضربات للحوثيين، لا هي مسؤولة عن تأمين الملاحة وتأمين الحركة التجارية والسفن، وده اللي ربما يكون بداية عودة السفن مرة أخرى وخطوط الملاحة مرة أخرى إلى قناة السويس ولا البحر الأحمر اعتبارا من بعد تولي هذه القوات الأوروبية لتأمين السفن التجارية وخطوط الملاحة اللي هي الأكبر اللي هي بتمر عبر قناة السويس، اللي هي طبعا خطوط ملاحة فرنسية، خطوط ملاحة دنماركية، خطوط ملاحة إيطالية اللي هم الأكبر في العالم كله. القوات الأمريكية تدمر زورقين للحوثيين.
إيران تؤكد مجدداً أنها لن تتردد في ممارسة حقوقها في حال تعرضها لعدوان أو تهديد، ده في مجلس الأمن امبارح. استطلاع رأي، ثلث الأمريكيين يرون أن بايدن يفقد قدرته العقلية بشكل متزايد. عمل استطلاع فلقوا حوالي 59% بيأكدوا عنده مشكلة في قدراته العقلية، 59%. الجارديان تسلط الضوء على الحالة الصحية الملك تشارلز بعد إعلان إصابته بالسرطان امبارح. قصر باكنجهام أعلن عن ثبوت إصابة الملك تشارلز بالسرطان، ولكن لم يحددوا أي نوع، لم يحددوا في أي مكان، ولكن قالوا خلال الفحوصات اللي أجراها الفترة الأخيرة فوجدوا إصابته بالسرطان، وبيخضع خلال هذه المرحلة يعني للعلاج. وقال إن هو خلاص لن يتولى أو يكون له مشاركات فعاليات رسمية خلال الفترة القادمة، وحاليا بيشوفوا هل في من ينوب عنه ولا لا. قالوا لا، الحالة لا تستدعي أنه يتم تعيين أحد مستشاري القيام أو مسؤول أحد شخص آخر للقيام بمسؤولياته أو تحمل مسؤولياته، ولكن طبعا لديهم مخاوف حتى أولاده، أنها طبعا حالة اطمئنان بيطمنوا عليه، ويعني وبالتالي هناك طبعا متابعة كبيرة جدا بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز. ملك تشارلز عمره 75 سنة. عاصفة ثلجية تاريخية تشل شرق كندا وسلطات تستدعي الجيش. عاصفة قفلت زي ما حكوا شايفين كده صور، قفلت البيوت، قفلت الشوارع، بقت يعني قفلة كل شيء، وبالتالي عطلت الحياة في كندا. الأمر دفع أنهم يستدعوا الجيش الكندي للقيام بعملية طبعا إزالة الجليد من أمام المنازل والطرقات، وبالتالي عودة الحركة، ولكن يبدو أنها تأخذ وقت. إلغاء 400 طبعا في عواصف في كاليفورنيا، 400 رحلة جوية وتأخير أكثر من 2525 رحلة كمان اتأخروا بسبب العواصف في كاليفورنيا. البرلمان السنغالي يرجع الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام، كان مقرر ليها تكون 25 فبراير. طلع الرئيس ماكي سال رئيس السنغال قرار بإرجاء الانتخابات، ودي كان الأول مرة بتحصل من الستينيات إنه يتم إرجاء الانتخابات في السنغال. عقد البرلمان السنغالي امبارح مساء اجتماع ليه، كان في بعض النواب في المعارضة حاولوا يعترضوا، دخلت الشرطة طلعتهم وتم التصويت، وأرجعوا بالتصويت انتخابات، وهتكون تجرى يوم 25 ديسمبر 24 نهاية السنة يعني.